أحبكم أنا سليم مريض العموية قبل النبل وقبول أبغل لي عوني كانوا على بلي بالدنيا اللي يكون أولي عزيزي الدواء أبغيت بيبدي دي الرأس الدوزولي على رأسي أكيد عندي مشكلة أبني 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 مساعدة إذا كان ممكن أن أعيش بوعدي أخذ اللي كان بقبلاني مثل العمى عفاكم انتوا معايا يا عفاكم. انا الجاره ديال هاد السيده جارتها وبغات مسكينه اللي يعاونها، بغات اللي يعاونها في دواها وفي ليكوش، وكتسالها مسكينه عامين ديال الكرا، بغات اللي يساعدها وبغات دير الطروين مسكينه وبغات دوز على راسها، بغات هي تنوض. اختها اللي كانت مقابلاها ماتت الله يرحمها، دابا ما بقى معاها حتى شي واحد، عير الجيران اللي كيدخلوا كيحنوا فيها. الله يرحم ليكم الوالدين، الله يجازيكم الا كان شي محسنين. وبغينا يوسف الزروالي تا هو يتكلف لها بهذا الامر، تا هو يسمع هذا الشيء ويجي يعاونها. الله يستركم ويستر ليكم وليداتكم، الا ما عاونوا هذه السيده هذه راه ما عندها حد سواكم وسوى الله سبحانه وتعالى. عاونوها لوجه الله في ليكوش ديالها، راه مسكينه ما كيبقاوش عندها ليكوش والدواء وسميتو كيتسالها الكرا، وعجيرانها اللي معاونينا مساكن تما فقراء، كنا فقراء كيخلصوا ليها هذا الماء والضو ديالها، ولكن الكرا راه خصها عامين كتسالى ديال الكرا. ساعدوها الله يرحم ليكم الوالدين، الله يسركم دنيا واخره الا ما عاونوها. كيفاش تحولت؟ طرا لها مشكل مع واحد كان خطبها، هي كانت خدامه كتدير الحلاقه، شي واحد خطبها وتكرفس عليها، تكرفس عليها هو، كتقول هي هو امه واخته وجوج اخرين صحابه، هما خمسه، هادشي اللي كتعاود هي. وضربوها، هي كانت في صحتها، ضربوها وداكشي ولاحوها في السبيطار وزادوا. وراه اتصلوا بها رجال الشرطه ديك النهار وصيفطوا لها استدعاء، وراه هما دايرين مع خوها، ما عرفنا شنو قالوا لخوها، راه هما دايرين معاها باش الحق ياخذ مجراه. سيمانه هما شادين هاد البنت كيتكرفسوا عليها، وما كانتش بحال هكا، كانت في صحتها وكانت خدمتها كتجري على راسها، حتى ولات مسكينه معاقه بحال هكا، وراه ما كاينش اللي كيعاونها. الله يستركم ويستر لكم والديكم، خلي لكم صحيحتكم الا ما عاونوا هاد السيده لوجه الله. الشيء اللي كتقول حنا ما عارفينش، الله اعلم، هي هاد الشيء اللي كتعرفوا هي كتقول لك كان خاطبها وكانت كتجي عندها امه واخته، كانوا كيديوها للدار عندهم كيسكنوا مع الدار خربوش، ما عرفت هو راه باقي غارديان، قال لك غارديان فجيت بولو، لا بواحد جيت بولو، هو غارديان، هو اصلا عنده سوابق وعنده هادشي، وخدرها وتكرفسوا عليها لا هو ولا صحابه، وخدروها وتكرفسوا عليها ولا واحد جيت السبيطار وزادوا لاحوها مجهوله، ملي دخلت السبيطار دخلت مجهوله، ما عارفينش، ما حطوا سميات وما حطوا حتى شي حاجه، شدوها في السبيطار. واش هذا السبيطار ما فيه لا كاميرات لا والو؟ علي ضربوا يجي لوحوا في السبيطار، هادشي اللي بغينا نعرفوا. حاولوا يحقوا مع هاد السيده هادي وياخذوا لها حق، الله يرحم لكم الوالدين. وهاد السيده راه ما كانتش بحال هكايا، العنف ديال هذاك السيد وعائلته وهذوك صحابه هو اللي حول لهاد السيده ولات بحال في هاد الحاله مسكينه، وراه ما كتلقاش اللي يبدل ليها، راه ما كتبقاش اللي راه الناس كيتعاونوا باش كيشريو لها ليكوش، الناس اللي كيتعاونوا شحال قدهم هاد الناس، راه الدوام هذا على هاد السيده بغات تبقى ديما بحال هكايا.
الله أعلم، أنا ما كنعرفوش، ما كنشوفو، ما كيشوفني، فهمتيني؟ السيدة كتعاون لينا، كتبقى ترجم لينا وتكتب لينا، كنفهموها شنو كتقول. السيدة راه كتكتب، فهمتيني؟ كتكتب وهي كتكتب وكدوي معانا، كنفهموها شنو كتقول. هي راه ما كانتش بحال هكايا، راه كاين تصاورها وكاين كلشي. هو السيد اللي كاع اللي غيتكرفصوا عليه بحال هكا وبقى يدور، ما عرفت. وهاد السبيطار هذا اللي لاحو تما، كاين لاحو السيدة بلا حتى شي حاجة. اه أبو الوافي، سبيطار أبو الوافي، لاحوها ما عرفت شهرين ولا ثلاث شهور، هي في كوما وما عرفوهاش. على السبيطار ما فيش كاميرا، ما يعرفوش هاد الناس شكون اللي لاح، شكون دخل، شكون قتل، شكون مات، شكون ما ماتش. هادشي اللي بغينا نعرفو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم، وواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.